خلاص يا اخي روح اعمل روم. اوكي في بي ام اعمل روم لاقول لك. يا ابي هلا تشوف كم مقهوره هلا بكم ضغط عندها مرتفع هلا. لا والله هي لعيبه بس انت بقى بقول لك صار لها فتره يمكن لانه مسكنا اللعبه. ايه كثير لعيبه هي كثير لعيبه. هلا هلا اللقطات بس شوفن على اليوتيوب بدي انزل هالفيديو يوتيوب هلا. بتعرفوا انتم يا اخوان انه انا كنت عامل سلسله تحدي المتابعين وبتعرفوا تقريبا في شي 10 حلقات على اليوتيوب وفي تقريبا شي 30 فيديو تحدي متابعين بس كلهم محيتهم لانه كلهم ربحتهم وما حدا قدر خسرني. بتعرفوا ليش؟ لانه انا بروفيشنال بي. دار تحديت ناس انا قلت لكم بده يتحداني يحكيني على الانستغرام. طبعا انا وقفت هالسلسله انه ما حد هلا يعني ما حدا قادر ربح علي بس ولكن اليوم حنزل حلقه مغايره. اليوم حنزل حلقه بتاول الحلقه لا يعني صار بالفيديو المهم هاي السوالف اللي صارت بالفيديو. واحد من المتابعين تحديني وخسرته فقال لي بده يجيب العب وحدي او العب يعني العب شخص بيعرفه ليلعب ضدي لحتى يخسرني قال. فهو بيعرف بنت لعيبه كتير بدها تلعب ضدي. فهاي البنت صارت تعيط وتهايط وكتير يعني واسعه من حالها كتير. يا اخي روح اعمل روم. فقلت بالفيديو اذا خسرتني بدي امحي اللعبه بدي امحي الاكونت اذا بتخسرني بدي امحي اللعبه وحياتك. معقوله السيد ورطه البروفيشنال يخسر قدام بنت؟ فا يسعد اوقاتكم جميعا واليوم حنتحدى بنت مستودع سنايب. بس قبل ما يبلش الفيديو شباب حتلاقوا انه هلا طلع دقني وقبل كنت حلقه لانه صراحه نزلت ببجي نيو ستيت وقلنا بدنا نستغل الوضع ننزل على ببجي نيو ستيت عاد هاي ما نزلناش هالفيديو فاجلناه 10 ايام وطلع دقني. فا اللي بحب يدقق عليك شغلات جاوبتك على تدقيقاتك على مهم فهمت علي المهم. دبليو اي دبليو لوجيتا. هلا انت وقت خسريني لك شو بتقولي حتخسريني ولا لا؟ خلص يا اخي روح اعمل روم. اوكي في بي ام اعمل روم لاقول لك. طيب يلا تمام يلا حطلع اسوي روم. يلا طيب اذا بتخسرني هاي يلا طيب انا فصلت بلشت اسوير على السريع بس اذا بتخسرني هاي جرص ولا وين هاي بتهايط كتير هاي اذا بتخسرني بدي امحي اللعبه وحياتك. والله لعيبه. بدي احلق لاولاك وبدي بلعك مطاوي هيك مقهره مزعجه. والله لعيبه يعني انتبه يعني عم بنصحك يعني قاد ما فيش حدا لعب على الصيد ورطه لو سمحت. انا اللي خسرتني تمام بس هي لعيبه. اذا انت فاتح معي ديسكورد خلي تجي معي وتروح هذاك الميل. طيب ماشي عشان نصير ال راح ايه راح معه يلا خلصني راح معه لا تحلق انت وياها عم تشجع لك ضدي ماشي بس فتح صوت معك ماشي لا نحكي المصادر هلا عم تشجع البنت انه هلا بعدني مخسرك ايه صح؟ ايه بسجع بدي تاخذ فطاري العمى اذا خسرت العمى ملا جرصة العمى تزرايك هلا انا مبلش عيايت وايه وحاربح ويلا عم بتضحك جيب حدا يرفع لك معنوياتك ارفع لي معنوياتي قول لي حاربح قول لي خلص هالمرة هيد حيكون الفرق لعيونك فرق اقل شيء 5 انا لسه ما طلعت لفوق ابلع فوي بداية غير جيدة ولا تفتح الاول ولا تفتح الاول خليني نسم بدنا الواحد منكم بديرك بدها فت خبز كتير بدها فت خبز اخ شو صار معك؟ انا الحق عليك لازم صيب انا حمار ما اترك اذا اخذ دفتاري لاك ولا ممنوع على القناصتين ممنوع حدا ممنوع على القناصتين ممنوع حدا يحمل القناصتين ممنوع ما تشيل القناصتين طبعا سمعت قول له ما عادش تحمل القناصة ممنوعان ما عادش في لانه ما عادش بصير في عادة لا حرام يا زلمة حرام
كنت بلا العطاوي اخت محلوشة. او ماي جاد او ماي جاد، هلا هاي هي اللعيبة جايب لي اياها. هعمل خيمة عندها لك. قول لها قول لها قول لها تعدي اللعبة، تظبط اللعبة شوي. المشكلة صار لي فترة من سكر اللعبة. بلشنا حجاج، بلشنا حجاج. يا الله يا الله، أنا بحبش حدا يتحجج بس يلعب، خلص العب وما تحكي. يا أخي ما حكينا شيء. عم تحمل قناصتين كمان. بدك فت خبز كتير يا أختاه. مش ما واسش. بدك فت خبز كتير يا اختي، فت خبز كثيرا. ها بدك بلعك، بدك بلع طاوة. حسيبها لا لا. لا لا حسيبها باجرة. حرام حرام حرام. هلا هي فتح الاول بس مش عم تحكي لاطي، عم تسمعني. ايوه قولي لي من الاول مسموح على دبليو ام. تعال اقول لك، تعال قولي لي من الاول. هيك فرق خمسه، بدك تصير فرق عشره. يلا غشو. يلا لعيونك حيصير فرق عشره. يلا عد يا اخي لعيوني خسر ما تربح. عد هاي واحد. ها 16 الفارق سبعه. ها لا يا بيك، كنت عم تبلع طاوي هلا. يا الله حرام. ايه طاوي ما فاهم. انا راجع الفارق مثل ما كان لعيونك. احنا لعيوني بخسر مو تربح. رجالي التار بلعت يا مش بلعتش. ها ايه وهلا ها مسموح على دبليو ام. يلا فت خبز كتير ما بدك. ايه ليش هيك؟ اوي 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 بعرفش لايف. ما عم بقدر العب جدية. فش مستوى، قول له تشد همتها شوي. بلعت، استغفر الله. استغفر الله، جابتك بالراس، جابتك بالراس. لك انا صراحة انبسطت وقت لصبتها طلقة، على اساس الثاني هيت شوت، شو اسمه؟ على اساس الثاني لا على اساس الثاني اصلخها شو اسمه اصلخها مقلي. انا اليوم شغلت الارجيله على الفاضي، ما سحبت منه وها على فكره ابدا. لكن بلاعي طاين بدي بلعك مقلي. بلعت يا زلمه. صاروا مليون مره صاروا. خلصني بقى يا زلمي، خلصني بقى. شو نوع الشاشة عندك؟ 144 هرتز سامسونج. ليش ما قوستش؟ ليش ما قوستش من الأول؟ ما عم تقوس. الماوس بدها تغير. يا ابي هلا انت بتكون مقهوره، هلا بيكون ضغط عندها مرتفع هلا. ايه
يا الله يا الله شوف حب التزرايك انا. يا الله صار الفرق كتير كتير يا زلم، مش كأنه كتير كبير صار الفرق. شو بك ليش مقهور هلا؟ ليش مقهور عدى خسرت؟ ليش؟ مقهور. قل لي ليش مقهور؟ ليش؟ بدك ربحها يعني؟ قل لي بدك ربحها؟ لا والله هي لعيبة بس انت ما بقول لك صار لها فترة يمكن لانه مسكنا اللعبة. ايه كتير لاعبة هي كتير لاعبة. هلا هلا اللقطات بس تشوفهم على اليوتيوب، بدي انزل هالفيديو يوتيوب هلا. ان هي انا بس حدا صار كتير هايط معي دغري بصور يوتيوب. شو هاي؟ ها شفت البهايط معي كيف بيخسر؟ بلعب ليتاين على فكرة هي ولا وحدة ردتهم. مو كويس لعبة تلعب مقلية او شيء. انت بتلا مقلية ولا طاوة؟ مقلية طاوة نفس الشيء. يلا يلا حيصير الفرق 10 لعيونك. يلا هالكل وبسلخها مقلية خلصينة تلا. بوم بالسامة. يلا هلا بدي اسيبها باجرة، بدي احاول قد ما في اسيبها باجرة. هتكون نهاية حزينة والله. سبتها باجرة اصلا قسما بالله. بس يا الله صبتني هي. يلا وينها وينها؟ ما اعطيك والله سبتها والله سبتها حرام. لازم ثلاث ثلاث تطلع ثلاثين على الاد. على هيدا هو اول وحده بتعرفها طلعت. هاي هي اول وحده بتعرفها. ايه اخي اعطيني اعطيني ال بعثت لي انه بدها ترجع تقدر. المشكله ما عندي رومات ولا انا والله انا فيش معي رومات. ليش شوي اكيد انزعجت. اكيد بلعت مقليتان. لا بدهش تنزعج. هي اول مره يا باشا انت لازم احسب لعبي انا. عمل لها انفات خلينا نزرك لنا تشي بشرفك. لا بزعج لا بشرفك فور فوتها بشرفك. ما بتجي عم تقول بدي ازود بلعب الروم لك فوتها. عندي لايك. ما بتجي عم تقول لي بدي ازود بلعب الروم. يا عمي قول لها فيش معنا روم، قول لها تفوت. ليه عم بحكي مع رفيقي شوف اذا عنده روم. طب جيبها خلينا نحكي معكم كلمه يا زلمي نختم الفيديو. ما بتطلع هي بالفيديوهات ما بتطلع صوت. مالك انت طالع صوت؟ كيف بتطلع الصوت؟ خي شو بك حق كلها يعني؟ مش عم افهم والله. ما بتجي. ما هي اول مره انزعج اول ما بتلعب روم بتخسر فمشان هيك. اخ شو الفيديو بدك تسوي؟ خلص بدي احط نزل فيديو وحده هايطت علي وحلقت لها الحلقه اللئيمه. يلا بس ما طالع صوت. طلع صوته بدي طلع صوت انه ما اجاتش اخر الشيء. لا شو طلع صوته يا كوب بدي احكي معه بدها تسمح لي او لا. ما اجاتش خلص يلا انا حسكر الفيديو باي. ما خاصني قول له حينزل فيديو يوتيوب وطلع صوتك اذا ما جيتهاش. بعرفك ما بتسويه. لا ومن جانب والله مش والله حنزله والله العظيم مش حنمزح بس بدون صوت. That's not my problem. اوكي لكن زعجت لانه اول مره بتخسر روم. قول له بقى تتعود كتير على الخساره بس تلعب ضده. تمام بقى تبذب الروم راح ماشي ينزل. بس تدب الروم اعزف لي هيك رسالي. هلا إيه. جدك تنزل شو اسمه؟ والله حنزله يوتيوب مش حممزح معك بس لا تنزل صوت. ومع الصوت كمان عادي. لا انا الصوت عادي بس لا اسمه. هلا بنشوف انا شو بيجي على بالي بيشتغل انا ما خصك انت. اسمع طيب ليك قبل ما تنزل فيديو بعث لي اياه. لا بتحضر على اليوتيوب. يلا باي. اسمع برجع بحضر على اليوتيوب بس اول شيء بدي احضر على الخاص. ما فاي. طب شوفوا كيف بدك تسويه. يا خي شو بدي سوى؟ انا قلت لها هي تيجي ما احترمتناش كلاعب. كان اخر الشيء بتقول لي كفو او شيء هيك عبارات من هول بيقولوهم اللي بيفهموا. ما قالت لي شيء، انقهرت وطلعت معش حكت، هذا ما بيجاز الشغل. طب شو بعرفني يعني كل واحد بيكون حر بهيك شغلات. That's not my problem. يلا باي يا هلا.